هنا الحيمة يب ممكن تعقليو عاد كنعسلوهم اليوم درنا هكا معسلناه مباشرة بس زعما نيفيتوه قليا من الأساس قليا ما درت بالصحة عرفتو كيكة اللي شافة كيكة الدانون أنا مكنبغيش نصايبها بزاف هي الرائحة نعاودش لكم ما صايبت بداك الدانون ديال الفخيز وفرامبواز وداك الشي الريحة عاطيه من داك الشيء ولكن كانت طالعه كان خاصني نصور لكم فاش كانت طالعه فاش يلا طفيت عليها جيت ندور لقيتها طفصت كيقولوا طفصت عرفت شو الكيكه ديال دانون ما كنحبش نصيبها حيت ما خاصكش تحلي عليها الفران وتبقاي تسدي وتحلي وتسدي غير بغيت غنحط الخبز كانت يلا جابته ماما قلت زعما سميتو ما حلي ما حطيتوش حليت غير قلبتها واش طابت وهذا شوفوا جيت ندور نحط الخبز لقيتها طافصه ماشي بحال الكيكه ديال الحليب ولا اللبن ولا ليمون ما واخا تحلي عليها حتى 20 في مره ما كتهبطش ولكن الرائحه راها شهيه ها شفتوا جات الريحه غزاله راها طافيه كانت منفوخه راه حليت على ويت قلبتها باش طابت ويت نزل ما قلتلاش ماما دارت الزيت في الوسط بنات صباح الخير عليكم كيف دايرين اموركم تمام بغيت نوريكم شعري شوفوا اللون كيفاش ولا مع شحال ماشي شحال ما درتش حنا غير سيمانه واقيلا دابا درت هذاك النهار كنا ديك السيمانه كنت دايرها واقيلا ولكن شوفوا لتحت باقي داك شوفوا الفوق لي غاسين تخرج شويه من لون زوين لتحت بدا كيرجع لي داك الشهب كنلقى شي ضغبات باقيين شابين شي ضغبات ولاو غاديين شويه ماغون داك الشهب شاطان دونك خاص راكم عارفين اللي كيكون صابغ بلوند اولا شدير لي مي الشهب ديما كيبقى يرجع واخا كتغمقي كيبقى يرجع لك سو خاصني الحنة مازال نبقى نديرها تمام بغيت نجي لكم جيت البصلة وداكشي ساعة والو شوفو اللون لينا شحال زوين طبيعي بما انه اليوم ما عندي ما يدير في الكوزينه يعني دايرين كسكسو اليوم الجمعه راكم عارفين دايرين كسكسو بالجديد انت هذا درنا الجديد راكم شاركتو معكم ايوا بغيت نوريكم شعري ونبان شوف ما عرفتش واش كيبان لكم اللون شتو دابا هنايا بلاطو بلاطو زعما باش نمشي شوفوا دوك الفناكيش هاي ميميتو كاين بغات مالو حشرات قتلوه مسكين شوفوا شعره مسكين انا نداوي ليه في شعره وجاو الحشرات طيحوا ليه النص ديال الشعر ساعدت لي مكاليبتوس والخزامه طبختها ودرتها ليهم هي اللي نفعت شويه ممكن مامي جينا جينا رجع عندي ولكن تعمل لي التيشيرت شعر شموشه اليوم صودت كنت درت شفت البيخه ديال الحنه او ماي جاد كي راكم عارفين الصهد باش الشمس كتصبحي ما فيك اللي يدير والو اصلا حراره سجلنا صافي هاد اليومين دخل شويه البرد وداكشي تاع رجعت الحراره حراره تنادي وكيبان لي واقيلا غندير لكم تشوف بيت كوثر بالنهار السيد كان عيطوا ليه باش يجي يصيب هذيك اللعيبه كنزه ومرضات مرتو كان مسافر مع العيد زعما وصافي وجا موراها هنايا يلا كان غيجي قال لماما راه ما يمكنش يجي دابا وهو اللي خاصو يجي حيت هو اللي ركب هذوك اللعيبات اللي خدات كاوتر جديد دوك التريات وداك الشيء هو اللي غيكون يعني ما غنقدوش نجيب واحد اخر هما ضارين نستناو اهم حاجه عجبني شعري شوف اهم حاجه في الموضوع شعري رجع كيف كان قلت لكم انا عطيت تسال السبب غير رجع شعري حيويته وطبيعته مع انني عرفت شنو ملال هاد الايام عرفت كنجلس كنجلس كنقول ماما نوض صبغ شعري حتى الليل سعود كتلقاوني كنقول لها نوض صبغ شعري نوض ندير شي خطيطات هكا بالاشقر زعما غير بلا ميش هكا نصيبهم غير راسي من التحت يجيو نفتحو شويه
يا مصري هادشي حسن. يلا بدا شارك الشعر باغا عاوتاني تسلكيه بالصباغه، مع انني راه ما كنداويش، راه ما كندير حتى شي زيوت اللي زعما تداويه وتقويه، انا محلت الحنة اصلا كداوي الحنة ديجا فيها داك العشوب وداكشي اللي شاركته معكم. ايوا صافي قولي استعتي راسنا بشعرك. يلا كل يوم في الفيديو بعد داك الكيكه الطفصه ديال البارح غنشارك لكم في الفيديو ديال اليوم. ماشي انا ماشي شاركت معكم مخادر الرايه، الكيكه ديال عاديه ديال اربعه البيضات وكاس دانون وداكشي، انا كنت فيها غير ثلاث البيضات، كنديرها عاده بالحليب ولا باللبن. البارح قلت راه نديرها بداك دانون، ملي كيجيبو بابا انا ما كناكلش دانون بزاف، الوغ قلت غيبقى يضيع اجي نصيب بيه كيكه. جات كي شي وحده في حياتي كيبانوا لك واو وها و نعمت ليكم شويه كتلقيهم عرفتي ديك اللي كيتبدلوا كيكه، ديك الكيكه ديال دانون كنقولها كيكه غداره بحال شي ناس كنعرفهم. اوكي بحال الناس، ماشي شي ناس كنعرفهم، بحال الناس اللي عرفت في حياتي صحابات عائله واتيفر كاين. شنو ديري كلت فوق الطبلة زعما ناقصني فيتامين دي، عطرو تبرونزيت هنايا هنايا هاد البارتي النص يديا من هنا كلها تبرونز، بقات الجنب هذا شويه ما عرفتش نقول لكم الساعه الاخر وقعت حجمه باينه في التليفون. كنت باغا نصيب ضفيراتي ديري عرفتي العكز ولا فيا واحد الملل. ايوا حيت انا ديما بنت قلت انا اليوم نتحتت معكم بما ان اليوم انا ما عنديش كوزينه روب. زعما كسبتو ماما اللي دايره، شكون اللي دار باكستان شكون اللي باقي، انا باقي وباقا باقا ما غنديروش، باقا عند رايي. والواعره في الامور ان الموضوع انه فيما كيجي شي فيروس جديد كيوليو يقولوا لكم خاصكم ديروا الجرعه الثالثه الجرعه الرابعه الجرعه العاشره وتبقاو بحال هكاك. سو ليش ليش واحد قوي مناعته، ماكله بفيتامينات اشياء طبيعيه، مواصفات اللي كنعطيكم تستافدوا منها ديروها، ماشي تخرجوا في التفاهات والتراحات ودوزوا مرور كرام بدون استفاده. ف ما عرفتش نقول لكم كاينه الشمس قهرتني صافي عييت دخت، كنت درت مازال الحنه كنجلست بها مازال الحنه كتابسوغ و كتجلد ديك الشموشات اللي كتكون، ولكن هاكا كتحسي بالطنطينه فوق راسك. اختي مناظر يلا تهلا نشوفكم هنا شويه، نقدر ندير شي ماسك نقدر ندير شي حاجه. صهرتني شعري الصراحه ما كاينخش تلقي شعرك، شعري راه باقي ما رجعش قوي. تهلاو لي فراسكم نشوفكم مورا الغدا نشوف شنو غندير. كنت باغا ندير واحد هذاك الجولد ماسك اللي ديما درتو صافي لوناز كاي قرضه ما كتعياش كتعياش انتما شوف راه ما كتعياش. شوف 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 شوفوا هو كيفاش جالس الامانه. ام هاني بلا ما نهضروا عليها، هاني ولات كتسمع هذوك ديال الانتخابات ولا صداع في الزنقه ولا اي صوت كدير لنا القيامه كتبدا تنبح. كيعبروا يحب برا كيحيدوا لكم الاحبال الصوتيه، حكني كنقول عيش كلاب ديال برا ما كينفعوش. حتى داك النهار كنتفرج واحد الفيديو انا لقيت ان راه كيحيدوني من الاحبال الصوتيه، نقول ناري حرام عليهم خليو اختي ينبحوا ويصدعوا الناس ويصدعوا العالم وما نحيدش لهم احبال صوتيه دي ذنوبهم. كاين شي دول معترف بها انك تحيد لهم الاحبال الصوتيه وشي دول مانعين، ولكن انا واخا يكونوا عاطينك اوكي نو قدرش ويلي لونا عاد كيتنطوي نو مويك او ماي جاد بغات تلعب كتلعب بالراسه ويدك 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 وي مامي وينو مامي ويدك وينو بيبي كتلعب بالراسه بيبي. شكيكا شوفو لونا شوفو لا لولو مامي لولو بيبي لولو بنتيسه ديالي مامي نشتا كراتيش طلعي عندي. يلا طلعي طلعي يلا طلعي يلا بلا ميميتو خل عرفتي بديت كنتبرونز عاوتاني من طيب نو واي اي كانت او ماي جاد واش مش كتشرق شي تلقي شعرك اصلا من الشقه وانت حدايا. يلا نجي ندخل بحالي اصلا غدا المعده كتشبع كتقول للراس غني. لقيتوني صورت واحد البيتزا
هيا خلاه هنا تخمر، ودابا نصوب الصوص ديال الطماطم. انا كناخد الصلصه، نوركم الطريقه ديالي سهله سريعه. الا ما عندكمش صلصه وجدوا بلاتي حتى لاخر لحظه تصايبوها. تجيبوا مطيشه غسلوها قطعوها لوحوها هنا طحنوها. جيت جبت التريبيل عرفتو بغيت الناس وما خلاونيش الدراري الصغار كيلعبوا لتحت بالطعارج، عرفتو بدات المدرسه عاد الصداع بدا ديال الدراري الصغار خارجين يلعبوا الكره، ما قديتش نتكا اوسي ميلانو بقى بق 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 وانا نطلع خاسره. صافي شربت قهوه ونوض بيتزا باش نصوب واحد البيتزات هنا كما قلت لكم الطريقه اللي كندير انا باش كنصوب صلصه ديال الطماطم ديال اي حاجه سواء لي بات سواء بيتزا. كناخذ مطيشه كنغسلها كنقطعها كنلوحها في مونينكس ما كنزيد على حتى شي نقطه ديال الماء، كندورها ندورها كنخنديرها هنا في كاسرونه. بغيتو تبلوها تبلوها، ما بغيتوش كيبقى لكم الاختيار. انا غندير التوابل اللي نتوما غتشوفوا معايا. صراحه في العاده ما كيعجبنيش نكثر التوابل في الصلصه ديال البيتزا. مؤخرا وليت كندير هذه الطريقه ديال بيتزا هوت بيتزا دومينوز بيتزا وهذاك الشيء، ولات كتجي حلاوه كتجي بروفيسيونيل بحال ديال المطاعم ملي كنكثروا فيها ديك القامه ديالنا صلصه ديال الطماطم وفلفله وبصله وطون وما عرفت شنو كتجي عاديه. هذه الطريقه غندير فيها انا وقلاطون. انما الصلصه اللي شفتو معايا داك مره درت مازال انا زدت فيها الحبق وزدت فيها الطوماط سيريس. انما انا كنت كنتفرج مؤخرا في اليوتيوب كنشوفهم دومينوز بيتزا وبيتزا حتى عاد دوك الفيديوهات السريعين كيديروا غير صوص طماطم كثيره كيدخلوها تشيز بعدا و لا كيديروا صوص طوماط وفرماج موتزاريلا وكيدخلوها كيخرجوها كيعاودوا عاوتاني يديروا طبقه اخرى ديال الفرماج هذاك اللي كيكون شرائح ديال ساندويتش اولا اي نوع اي نوع ديال الفرماج بغيتو وكيدخلوها عاوتاني كيخليوها تكذب فرماج بزاف كتولي هي اصلا. وعاد من بعد انت كتبقى لك اختيار بغيتي ديري هوت دوغ بغيتي ديري حبق بغيتي ديري طماطم بغيتي ديري هذا طون بغيتي ديري كفته بغيتي ديري شي حاجه اخرى كديريها. هذيك الكارنيتور كتبقى لك اختياريه. انا غادي نشارك معكم هكا سهله بسيطه. الثومه غادي ندير غير البودره ديال الثومه ولكن ما بغيتش كيف ما قلت لكم تجيني طاغيه المذاق فيها. غنحك فيها شويه زعتر وندير فيها شويه الزعتر محكوك ما نديرش هذيك الحبق ولا شي حاجه. ناخذ هكا زعتر زعتر ماشي زيتر عندي زعتر زعتر غنديرها من الفوق في البيتزا. انا هذه هي اللي قامه اللي كتعجبني ندير في البيتزا كتبقى شغلها نضخ ما كتكونش بزاف. وغنزيد شويه حار وغنديها دابا تتبخ مزيان حتى تحيد دوك السوائل اللي فيها وتبقى غير صلصه الطماطم. من بعد غنضيف لها واحد شويه زيت زيتون ولا بغيتو ديروا حتى داك الطوماط قولوا لي. او ماي جاد مشات لي من بالي زعما ديك المطيشه ديال الحك بغيتو ديروها حتى الاخر تزيدوها زيدو معلقه في الاخر ما بغيتوش راه هي اصلا كتكون حامضه وزويمه. شوفوا هانتوما حتى بالقشره في مولينك شوفوا كيفاش ما فيهاش كاع حس القشره وتقوش فيها القشره. جهيت هاد العصير كون شربته الخلطه كون شربتها صراحه ما بغيت نشربها في الصباح نزيد عليها كريبسات وعصير بيرفكت شالو بوطو مزيان. غادي نخليوها تطبخ ونمشيو نتناو بيتزا تخمر وندوز نوجد معكم شكون هي الوجدات وسهله فهل سهله مهله. يلا نسيت ما قلت لكم شنو درت في التوابل عند بالي راكم زعما شفتوا معايا صافي بلا ما نذكرهم. درنا فلفل اسود درنا تحميره باربيكا درنا شويه ديال الزعتر محكوك وغادي نضيف شويه ديال الملحه حيت ما تنساوش غديروا تشيز الا كنتو غديروا فرماج بزاف ما ديروش ملحه كثيره. انتوكا البنات انا عطيتكم بزاف الوصفات ديال البيتزا دو ا زد الا بغيتو ترجعوا ليهم يعني وصفات خاصه بالبيتزا من الاول حتى الاخر غتلقاهم في فيديوهات سابقه ديال غير بيتزا نزا شهيد غيخرج لكم بزاف. هذيك عطا غير بغيف باختصار الناس اللي يلاه كيكونوا بدا جداد متبعيني ولا شي حاجه بحال هكا اونسيش جامي ياخذوا فكره على السريع يلا يعني نزيد عليها العافيه باش ما نبقاش ساكنه حداها. مفرطه الحراره المفرطه شوف شحال الساعه الشمس باقه كلونا في الناس كتخشى دابا كيعجبها تما حيت كيكون مقابل مع الكوزينه كتبقى تشوف فيا زعما حاضر يعني شوف الشميشه فين باقا مزهدة عرفتو هاد السنسلات ما يليقش ديريهم بجوج يا ديري هادي يا ديري هادي كيتخلطو شوفو كي ولات دابا خاصني ساعة باش نفكو وانا كنتعصب ما فيهاش اللي يفك والحرارة والشمس
ايوا الملل كتبقاي على ميمي الجوع كيجي انت يلا استادي يلا كلينا زعما كسكسو. صراحة الكسكسو ما عجبنيش بزاف مع الجديد، قلت انا ماما وبابا، انا وبابا كنا كنقول ماما الجديد ماشي بحال ديالنا، واخا صايبنا زعما اللحم وشرينا كلشي وهذا ما جاش زوين، حيت ديالنا اللحم ديال الحوالي الكبار تيكونوا خفي شويه الشحمه، كتلقاي واحد الجهه فيها شويه ديال اللحم، هذا مع خريفات غير صغار ديال القزار داير لك العظومه، كتلقيناها العظومه بزاف وشحمه ما عجبنيش، ما فيش يعني ما يتكلف. المهم يا صلصه الطماطم انتما يلا جيت كنت حطيت معكم زعما وداكشي، شوفوا دغيا بدات فيا بدات كتغلي دغيا، شوفوا خاوتي فين باقا، صافي نيلا كنشرب قهوه نطعجن البيتزا كتي لا سخمه عين شوف انا العسوس كيبغي شتو دغيا خسر دغيا بقبقات دغيا واجده، هادي صلصه سريعه كنديرها البنات سوا وقفت على عليها في لي بات سوا وقفت عليها في البيتزا، كتجيني سهله وكتجي خاطره وعاقده هانتوما كيف كتشوفوا، مازال لبغيتو توقفوها راه خليوها تتربخ، انا صافي هكا باش تكمل في الفران باش ما تجينيش ناشفه لاباط، شتو دابا نزيد زيت الزيتون صافي والثومه. والله كان خاصني ندير لكم كرونو عرفتي ما كملناش فوق على ربع ساعه صايبت فيها هاد الشيء، هاي تبارك الله ما شاء الله العجينه بزاف كتخمه واحد الصهد كاين واخا هكا هانتوما شفتو، ولكن غنزيد نخليها تخمر مزيان باش نوجد داكشي ديال الفرماج نحكو شي جني ساهل حيت كطيب على فوا، والله الا قبيلة تبرد هادي ما خصناش نحطوها على العجينه سخونه راكم عارفين، شوفوا الجمال شوفوا. بالنسبه اللي بغيتو تخلو فيها الطروف راه تقدو في الطحين تطحنو توقفو باش تبقى لكم شويه فيها الطريفات ديال المطيشه، غنحك الفرانج ونسرح لاباط عاد نرجع معكم بلا ما نطول الفيديو اكثر. اوكي فعندي الفرانج هادو موزاريلا، موزاريلا الاساسيه في البيتزا، يلا كلش من نسيا ديكم غادي فاول وغنديرها بطريقه اللي كنشوف في الفيديوهات مؤخرا غير بصوص الطماطم مع هذاك نقدر ندير زيتون ولا شي حاجه، المهم على حسب ديك الساعه ملي غنشوف شنو غنقدر نضيف. عرفت الساقي اللي كاين هنا ما كاينش بحال هذا، هانتوما شوفوا شوفوا هادي خصني نزومي لكم شتو كيفاش خامره، العجين خفيف ما تخافوش منه البنات كنقولها لكم دائما، او ماي جاد يو منها شي حاجه طبعا طبعا وريتكم طرق عده للبيتزا البنات باش تجيكم ناجحه لاباط تجيكم خفيفه وتجيكم خطيره، كاين اللي وريتها لكم بالبن وكاين اللي هكا غاب الماء شفتوا ضروري تخمر البيتزا مزيان ما خمرتش ما تنجحش لكم ما تجيكمش رطبه وطريه ومفشفشه بحال ديال المطاعم. دي تقريبا راه واحد 350 غرام ديال الدقيق، فغندير واحده شويه كبيره هكا وواحده غندير هذه البابا غنديرها ليه غير تشيز هلا هنا على جنب، وهذه طريقه جديده اللي اكتشفت ما ترشوا لا دقيق لا دقيق لا سميد لا زعتر، خذوا القضيه شيو ديروا بحال كيف ما كيديروا هما الزيت و والريقي، هذه هي الطريقه البنات ديالهم اللي كيديروا بها البيتزا، وحنا كنبقاو مدلك ومتمدلك وورك متورك وسرح متسرح ودهن ورش وما عرفت شنو صراحه انا ولات كتعجبني الطريقه كتجيني ساهله وزوينه خاتيك، ونقدر ما نديرهاش في هذيك البلاطه نقدر نديرها في الاخر، شوفوا الفقاعات ها الفوكاتشيا وهي راه عجينه ديال البيتزا البنات، طبعا نتوما كديروا نتوما كدوروا فيها تطلعوا بالشكل اللي بغيتو مدوره بغيتوها مربعه شفتوا، نخليوها عاوتاني ترتاح عاد نجيو نديروا داك الفرماج وداكشي، اولا ديروا داكشي وبالله يسخن الفران راه هي اصلا غترتاح، نزيد نكبرها بغيتو تديرو لها تقبوها يعني بديك اللعيبه تقبوها ما بغيتوش خليوها ما عرفتوش نتقبو ولا لا، ما كنبغيش لاباط تكون غليظه بزاف
شتو تبارك الله ولات مسمنه حتى البيتزا. شتو يا ربي تقدني ديك الصينيه سينو ندير المربى. شتو يلا نجيبوها دابا هنا يا ربي. الطريقه باش نجيبها كنجيب هذه هنا عندي بوطاجي وكنجي هكا ماشي ليكم كاع ما درت كاع كاين ماشي مشكله كي فهمتوني صافي. ها هي تاخد الشكل داك ديال الماطه بغيتو تكبوها تقبوها ما بغيتوش خليوها. انا ما نفقدش وقيله اي ثينك ما نفقدش خليوها شي شويه نخلقها شي مشكل حيت غندير فيها تشويش في المطيشه بزاف. شتو شوفو قاعد هادي باش يبان ليكم شتو صافي. هادي ورا بقله كبيره درت هاد الصينيه هادي ديال امريكا هادي نقدر نتقبها يعني كيف هي هنا في الصينيه كنتي كتشم بالجبل الكركر كيري وانا نقصت من هاد العجين لكن عرفتهم كبيره وبابا ما عندوش ما عندش اصلا كاين لي وحده غير هكا اللي بغا يدير بها زعتر وجبن. شتو الزعتر دايره حتى في العجينه شتو هادي ديال بابا غنديرها ليه ما كيبغيهاش الله يرضى غنتقبر جات بحال شي مسمنه لازم مسمنه مبقاتش بيتزا الضحكة ديال ميمي ناري هاني ولات كتسمع دوك الانتخابات جيو تدير لنا قيامه حتى ديو قلا غندير دابا هكا شويه اون سي جامي كنت خلي بزاف عاوتاني انا كنبغي شي بيتزا الفوق بزاف مجروج مع هذاك الموتزاريلا نجي ناخذ شويه هكا وريكم شنو غندير. شتو اش كندير خصكم غير تفننوا وعلى البديه سبق لي وليتكم الطريقه البنات ديال هذه حيت ما محكوكش الفرماج تقبلت لي من هنا سبق لي وليتكم الطريقه ديال البيتزات ديال ديروا الجبن اولا التشيز هكا في الاطراف ربي كنت بدا كنسجل خاف نجي ندور نلقى ما كيسجل لي والو نزيدو دابا نقادو نقطعو باش نسدوها مزيان وصافي. وهاد الله يسهل غندير فيهم قولوليا هادي حيت ساهله غندير فيها غير فرماج هكا قولي هنايا غنزيد ندير ليها شويه ديال السمسم الزنجلان هكدا شتو نزيد لي فرماج غوش احسن معجبوش موتزاريلا هنا ندير شويه الزنجبيل هكا شتو خليه ودابا هادي ترتاح وتخمر شتو وغنزيد فيها فرماج غوج حيت بابا نسيت ما كيعجبوش هاد الموتزاريلا سو دابا ندوزو لهادي هادي تاهي بنفس الطريقة غندير لها شوية الزنجلان هنا كان عليا النورمال نخلي هنايا شوية
ما نقرصوش بزاف الا ما يتصاب كاين شي مشكل دابا يتنفخ. اليوم صافي غنسرع عليكم الفيديو هنا، خلي لكم مع موسيقى باش بلا ما يجيكم فيديو طويل وممل. اوكي صافي البنات، كانت هذه هي البيتزا اللي شاركت معكم اليوم، وهذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ينال اعجابكم، ما تنساوش لايك كومنت وبارطاج. باي باي، نشوفكم في الفيديو الجاي.